بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم متابعي قناة سوق عمر، وأسعد الله مساءكم في حلقة جديدة من حلقاتنا الأسبوعية المختصة في علم الطيور وخاصة الكناري منها والحسون، كل يوم خميس ويوم أحد على الساعة 6 مساء بتوقيت تونس العاصمة. أيضا هنالك حلقات فرعية في باقي أيام الأسبوع، كما يمكنكم متابعتي عبر مدونة سوق عمر .com وكذلك عبر صفحاتي سوق عمر على تويتر وعلى الفيسبوك. كل هذا وأكثر تجدونه أسفل هذا الفيديو. أيضا أصدقائي لا تنسوا تفعيل الجرس في قناتنا كي تصلكم كل جديد، لأن سياسة اليوتيوب تحتم عليكم تفعيل الجرس بعد الاشتراك في القناة كي يصلكم جديد إشعاراتنا كما ذكرت من دروس وحلقات مختصة في علم الطيور عامة والكناري والحسون بشكل خاص. ما زلنا في سلسلة سؤال وجواب، وبإذن الله سأوفق أن أجيب على بعض الأسئلة. أبدأ بالسؤال الأول، في أي سن يجهز طائر الحسون؟ طيور الحساسين بشكل عام حسب دراسة الخبراء في هذا المجال وجدوا أن الحسون الذي يعيش في البرية أو في الطبيعة يجهز في السن 6 أشهر إلى 7 أشهر، ولكن عندما يكون عندنا نحن كمربين فيختلف سن الجهوزية بسبب المكان والزمان والنمط الغذاء الذي نقدمه لطيورنا. فهنالك بعض المربين يقدمون كل ما باستطاعتهم من فيتامينات، من مكملات غذائية، من كالسيوم، من هواء نقي، من التشميس عند الحاجة، النظافة، الرقابة اليومية، يعني يعتنون بالحساسين أكثر من طاقتهم. لهذا الحسون يجهز في السن 1 سنة أو فوق بقليل أو أقل بقليل. وهنالك الشق الثاني من المربين في هذا المجال، يربون الحساسين وفي نفس الوقت لا يكترثون بتربيتهم، يعني لا يقدمون لهم الغذاء المطلوب، لا يقدمون لهم الفيتامينات المحفزة، لا يقدمون الغذاء المتوازن، لا تكون هنالك رقابة يومية للطائر سواء كان هل هو مريض أو هل هو مصاب بالفاش، ماذا ينقصه. لهذا عند بعض الأنواع من المربين في هذا المجال يتأخر طائرهم عند الجهوزية في سن يعني 3 سنوات أو 2 سنين أو أكثر ولا يجهز، لأن الطائر إذا لم تعطي المكملات الغذائية ولا تعطي الغذاء المتوازن فاعلم أخي المربي أن الطائر لن يجهز. السؤال الثاني، هل أستطيع تقديم ماء ممزوج بالحلبة مع الكركم للكناري؟ هو تقديم الحلبة ماء بالحلبة للكناري مفيد ومفيد جدا عندما يكون مرة في الأسبوع. كذلك ماء بالكركم عندما يكون مرة في الأسبوع فهو جيد جدا. أما إعطاء الحلبة والكركم معا للطيور فهذا يشكل نوع من الخطر، وربما نحن نيتنا أن نريد أن يكون الطائر في صحة جيدة، ولكن هذان الشيئان عندما نقدمهما مع بعضهما البعض ربما يسبب لهما مشاكل في الأمراض. لهذا إذا تريد تقديم الحلبة وتريد تقديم الكركم اختر يوم الاثنين وقدم له ماء بالحلبة، ثم اختر يوم الأربعاء وقدم له ماء بالكركم على مدار السنة. هنا تستطيع أن تفيد طيورك بفوائد هذين الشيئان ويعني تبتعد عن المضار. السؤال الموالي، ما هو علاج البطن الأحمر عند الطيور الحساسين؟ البطن الأحمر عموما هو من أعراض الأمراض المعوية، وهو ينتمي إلى فصيلة الكوكسيديا. هنالك عديد الأدوية، هنالك بايكوكس، إن لم تجد بايكوكس فعليك ببيتريل، إن لم تجد البيتريل فعليك بالتبرنيل سيلفا. هؤلاء الأدوية كلهم يعني يستهدفون الأمراض المعوية بشكل عام. أنا أنصح بتبرنيل سيلفا، فهو يعني رهيب ورهيب جدا في مداوات هذه الأشياء. السؤال الموالي، عندي أنثى في سن 2 سنة ولم تجهز بعد. هذا السؤال أجبت عليه بطريقة غير مباشرة بالنسبة للسؤال الأول، يعني
الطيور بشكل عام، طيور الزينة بشكل عام، طيور حساسين، طيور كناري، طيور حب، طيور زيبرا، طيور الببغاوات، كل طيور الزينة التي نربيها نحن، إذا لم نقدم لها المكملات الغذائية، ولم نقدم لها الفيتامينات، ولم نقدم لها المقويات، ونوفر لها النظافة والرقابة اليومية، فاعلموا أصدقائي أن الطيور لن تجهز، وخاصة الطيور المهملة من قبل المربين تتعرض إلى الأمراض سريعا، تصاب بأمراض معوية، بتسيف، يعني معرضة أجسادهم إلى البكتيريا الضارة والجراثيم، لهذا لن تستطيع أن تجهز. وفر لطيورك المكملات الغذائية، البرنامج شرب الماء على مدار السنة، برنامج الغذاء على مدار السنة، هنا بإذن الله تستطيع أن توفق في تجهيز طيورك والإنتاج منهم. السؤال الموالي: ما هو علاج قرصة البعوضة في قدم الطائر؟ قرصة البعوضة هي بالنسبة لنا يعني قرصة صغيرة، ولكن إذا أهملنا هذه القرصة فستصبح كارثة كبيرة. بعض المبتدئين في هذا المجال لا يكترثون بهذا الشيء. أنا أنصح إذا وجدت في قدم في قدم الطائر قرصة بعوضة، يجب عليك سريعا أن تشتري مرهم اسمه بيتادين. هذا المرهم تدهن به قدم الساق المصابة، وأيضا لا بأس أن تدهن يعني قدم الساق السليمة قليل من مرهم بيتادين، وواظب على المداوات حتى تتأكد أن هذه الحبة قد انطفأت نهائيا من قدم ساق الطائر. السؤال الموالي: كيف أوفق في تربية الكناري والحسون معا؟ هنا يعني المكان هو الذي يحدد لك هذه الطريقة. إذا كان لك غرفتين تستطيع أن توفق في تربية الكناري في غرفة، والغرفة الثانية تربي فيها الحساسين. أما إن كانت لك غرفة واحدة فهنا عليك أن تختار إما أن تربي الحساسين أو أن تربي الكناري. بعض المربين يربون الحساسين والكناري في نفس الغرفة، وهذا خطأ وخطأ فادح جدا. لماذا؟ لأن الحساسين سوف يأتيها موسم تساقط الريش أو بما يسمى القلش، ستصمت عن التغريد مثلها مثل الطيور التي تتعرض إلى القلش، وبعد 3 أشهر من يعني الانتهاء فترة القلش يريد الحسون أن يعيد إلى ما كان عليه سابقا، ويريد أن يغرد، وهذا شيء يعني غريزي عند الذكور. فلما تكون الغرفة مليئة بذكور الكناري، وتكون ذكور الكناري مهيمنة بصوتها المرتفع في هذه الغرفة، سوف يتأثر هذا الطائر إما أن يصمت نهائيا أو أن يستبدل لغته الأصلية بلغة الكناري، لأنه يعني رضخ إلى الأصوات الكناري التي تكون عالية الصوت، وبعدها يصبح لنا جسد حسون وصوت كناري، وهذا خطأ فادح. يجب عليك أن تختار بين الكناري والحسون إن كانت لك غرفة واحدة، أما إن كانت لك غرفتين فهذا خير وبركة، غرفة للكناري وغرفة للحسون. السؤال الموالي: كيف هل يوجد غذاء عوض حبوب البراقة لطيور الحب؟ طبعا طيور الحب بما يسمى البيريش، البيريش يعني من فصيلة الببغاوات، ولكن هي تبدأ صغيرة الحجم. البيريش تحمل مناقير يعني قوية، وتستطيع أن تكسر حبوب أقوى من البراقة. إذا شكلت لك حبوب البراقة يعني إزعاج وخسارة من ناحية المادية، وأن حبوب البراقة يعني نوعا ما أصبحت باهظة الثمن، فعليك بأن تشتري مثلا 2 أو 3 كيلوغرام من القمح، ثم تحمله إلى الطاحونة وترحيه يعني رحي دقيق، تخبر صاحب المطحنة، تقول له أريده أن يكون دقيق كي يتناوله طيوري، فسيرحيه يعني، وتصبح لك حبيبات دقيقة من القمح، وقدمها لطيورك طيور الحب، وهنا بإذن الله
سوف تربح أن طيور الحب سوف تتناول هذا القمح المهروش، وأيضا سوف تربح يعني توفير المال. السؤال الموالي: كم من سنة تعيش طيور الكناري؟ هي دراسات ويعني دراسات حسب الخبراء في هذا المجال نحن نستأنس بها، ولكن لا نأخذها كقاعدة يعني قاعدة مسلمة في علم الطيور، ولكن نستأنس بهذه الدراسات لأن هذه الدراسات تفيدنا في حياتنا المستقبلية في تربية الطيور. بالنسبة للكناري حددوا أن الكناري أقصى شيء يعيش من 15 سنة إلى 17 سنة. هذه الدراسات، يعني هذه الدراسات ماذا تقول؟ تقول أن الكناري يستطيع أن يعيش من 15 سنة إلى 17 سنة، هذا والله أعلم. السؤال الموالي: كيف أتجنب مرض الكوكسيديا؟ تجنبك لمرض الكوكسيديا يأتي عن طريقة الوقاية خير من العلاج. طيورك إذا كانت نظيفة، الرقابة اليومية، يعني رقابة الطائر هل هو مصاب أم لا، هل هو يحمل فاش أم لا، الغذاء المتوازن، برنامج شرب الماء يكون على مدار السنة، تهوئة الطيور بالهواء النقي، لا تكون الغرفة مغلقة 24 ساعة، يجب أن يدخلها الهواء النقي، أيضا تشميس الطيور إذا أمكن، تقديم لها بعض الكالسيوم، تقديم لها بعض الفيتامينات، بعض البروتينات، فهذه الأشياء بحول الله تجعل من أجسادها قوية وتقوي جهاز المناعة، وعندما تأتي البكتيريا الضارة والجراثيم تجد أن مناعة الطائر قوية وتتصدى لهذه الجراثيم والبكتيريا، وبإذن الله يصبح الطائر يعني نشط ويغرد، وإن كانت أنثى يعني تكون أيضا ذات لون جميل وذات قامة قوية وبنية جسدية. يعني الوقاية خير من العلاج أصدقائي، كل هذه الأشياء تجعلك تتجنب مرض الكوكسيديا والأمراض المعوية بشكل عام، حتى أمراض الجهاز التنفسي، حتى أمراض الكبد، حتى التسيف وكل الأمراض الخارجية. السؤال الموالي: أخي أنا من تونس، ممكن دواء الإسهال؟ دواء الإسهال، أولا دعنا أن نطرح إشكالية الإسهال، أن الإسهال ينقسم إلى أربع أقسام. هنالك إسهال أحمر ويكون ممزوج ببعض الدم، هنالك إسهال أخضر، هنالك إسهال شفاف، وهنالك إسهال يعني أبيض. الإسهال يأتي عن طريق أشياء عديدة، مثلا الحرارة المرتفعة أو الإنارة القوية القريبة من الطائر على مدار اليوم ممكن تسبب له الإسهال. الإفراط في تقديم الخضروات تسبب له الإسهال، مثل الإفراط في تقديم البيض المسلوق تسبب له الإمساك، حتى الإفراط في تقديم الخضروات تسبب له الإسهال. فلهذا احرص على كيفية تقديم هذه الأشياء لطيورك. بالنسبة للدواء، أنا سأقترح عليك دوائين بشري يباع في الصيدلية البشرية وهو مفيد جدا. إما أن تشتري دواء باكتريم، وإن لم تجد دواء باكتريم فعليك بدواء تاميزول. هذين الدوائين يعني جيدان جدا لمرض الإسهال. لا تستخدم هذين الدوائين مع بعضهما البعض، استخدم دواء فقط، إما تاميزول أو باكتريم. في نهاية هذه الحلقة أصدقائي، أتمنى أني قد وفقت في الإجابة على بعض هذه الأسئلة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.